السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية يا جماعة. معكم أخوكم كويت آيفون. بهالفيديو إن شاء الله راح أتكلم عن برنامج أو تطبيق جديد توه نازل. التطبيق هذا يعتبر كلاينت حق موقع التويتر. وايد كنت أمدح وأطلع برنامج تويت بوت وبالمميزات اللي فيه، بالفيتشرز اللي متوفرة فيه اللي مو موجودة ببرنامج تويتر العادي. لكن اليوم طلع لنا برنامج جديد اسمه سلايس، مثل ما احنا شايفين هذا سلايس. البرنامج يعني من اول ما تشوفه راح تحس انه ما في شيء جديد، شكله مو ذاك الزود، لكن بعد 15 دقائق راح تكتشف انه في اشياء وايد قوية وايد حلوة. بالنسبة لي ممكن اشوفه كمنافس فعلي حق تويت بوت لو بس كان في خدمة النوتيفيكيشن وفي بعض الأشياء اللي يعدلونها، وراح يطلع البرنامج بيرفكت بيرفكت. أوكي، في البداية أول ما تدخل راح يكون في عندك تو آيكونز، واحدة اللي تكتب لتويت والثانية حق المنيو. طبعا مثل ما احنا شايفين في عندك 3 آيكونات، واحدة حق الهوم أو التايم لاين، الثانية حق المنشنز، والثالثة حق الدايركت مسجز. فحركة حلوة، مثل ما احنا شايفين التويتس قاعد تطلع لك عادي نفس برنامج اي تويتر، وفي عندك خدمة السيرج. اذا مثلا ضغطت، يعني لو تلاحظون في عندكم في خط موجود تحت كل صورة او تحت كل تويت، اذا ضغطت مثلا على التويت هذا طريقة عرضه راح تكون كذي، وراح يطلع لك اللينك اللي موجود داخل. اذا ضغطت عليه راح يفتح لك اياه بصفحة جديدة، ما راح يطلعك من البرنامج. اكثر شيء عجبني وصدمني بالبرنامج السرعة، الشكل رهيب، سرعته مو طبيعية. يعني بس مجرد ان انت تضغط على اللينك مفتح، ما في اي نطرة. اللينك الثاني، وهذا طبعا على الـ3G مو على البراوزر، ولا انه مشغل الاكسسبيليتي، بس لان هذا ما بيستخدم. تفضل، بس فتح الموقع. فالبرنامج وايد وايد سريع، وايد مو شوية. في حالة إذا كان في عندك تويت، خلونا نشوف مثلا في صور. أيوة، هذا مثلا في صورة، مجرد إنك تضغط راح تطلع لك الصورة. بس خلينا نشوف واحد ثاني نفس هذا مثلا، راح يطلع لك كذي التويت. شيء وايد حلو. شغلة حلوة بعد، الحين ما له داعي أرجع واشوف اذا ابي اشوف التويت اللي قبله واللي بعده. طبعا هني حاط لك الارقام التويتس اللي موجوده والرقم التويت اللي انت وداش عليه، اذا ضغطت على الصوره راح يكبر لك اياها. كذي ممكن اشوف التويت اللي قبله، ممكن اشوف التويت اللي بعده. اذا بدخل على الاكونت مجرد ان انا اضغط عليه راح تطلع لي هذه بصفحه الاكونت او الشخص هذا اللي انا داش عليه، راح تطلع لك بياناته تحت، كم عنده فولورز ومن متى شابك وكم تويت كاتب ولا حكي هذا كله. فوق في عندك قائمة حق الاكونت اللي انت داش عليه. في عندك اللستة، البيوغرافي اللي هو بيانات الاكونت، التويتس اللي هو كاتبها، الفيفوريتس، بالاضافة ان عندك المنشنز اللي تمت حق الاكونت هذا. الحلو في اذا دخلت على تويت وكان في ريبلاي، نفس برنامج تويت بوت، مجرد انك تنزل تحت راح يحط لك الريبلاي او الردود على التويت هذا. مثل ما احنا شايفين في عندك اذا كان في ريبلاي وين هذا راح، ايوه هذي الريبلايز اللي موجودين. اذا كان في رد على التويت راح يطلع، او ان اذا هذا رد على تويت معين راح يطلع فوقه. هذه طريقة العرض. الشيء اللي وايد حلو، ليش اسم البرنامج سلايس؟ ليش اسمه سلايسز؟ مو لأنه يعرض لك التايم لاين ويسوي لك كذي. إذا دخلنا على المنيو، إذا ملاحظين في عندك سيرش، في عندك اكسبلور، تحت راح تلقى تايم لاين، تيك ساينس، جيمينج، بزنس، وفرايتي. هذا اللي ممكن أنت تسويهم. الحلو فيه إن الناس اللي أنت تتابعهم، في حالة إذا أنت متابع ناس وايد ما تستخدم اللست او ما تعرف حق اللست، مجرد ان انت تصنف الناس اللي انت لاحقها على حسب الكاتيجوري اللي هم يكتبون فيه، وراح يطلع لك بس التويتس او المجموعه هذه. فمثلا الحين التايم لاين عندي، في عندي تيك وساينس، مجرد اضغط عليها
راح يطلعوا لي كل التك والساينس اللي موجودين. اذا عندي مثلا الجيمنج راح يطلعوا لي بس اللي التويتات اللي موجوده عن الجيمز والاكونتات اللي قاعد تتكلم عن الجيمز. في عندي الفرايتي راح يطلعوا لي الناس اللي انا مسوي لها فولو. فبكذي انت قاعد ترتب التصنيفات اللي عندك اذا كنت لاحق ناس وايد، بدل لا تتشتت وتويت يدش على الثاني، واحد سياسة وواحد رياضة وواحد ما ادري شنو. فترتيب وايد حلو، وايد سريع، وتصنيفه وايد وايد حلو. مجرد انك تضغط مانج سلايسز وتسوي لك سلايس، انك تضغط على نيو سلايس وتسوي لك اياه. اديت ممكن انك تغير اماكنهم او تعدل او انك تضيف وتلغي. في حالة انك مثلا داش على اكاونت معين تبي تضيفه حق سلايس، مجرد انك تدخل على الاكاونت اذا ضغطت على الصورة راح يطلع لك الصورة هذه. انتو سلايسز ممكن تضغط عليها وتختار سلايس جديد او انك تشيله من مجموعة معينة. هذا بالنسبة حق ليش اسم البرنامج سلايسز. طريقة عرض الصور وريبلايز وشكله وايد حلو، يعني حاس انه وايد مدخلين بين تويت بوت، بين تويت ليتر نيو، بين شو اسم البرنامج شيء فليب، نسيت اسمه، كفر فليب او شغله كذي. فوايد حلوه يازت لي الحركه. في حاله بعد في اشياء وايد حلوه عندك، نفس مثلا الشيء احنا كنا مستانسين منه وقاعد رفع فيه بتويت بوت اللي هو الميوت. هني في عندك شغله اسمها زبت، فمجرد انك تضغط عليه راح تطلع لك الايكون هذه، تضغط عليها الاكاونت باي باي، راح من التويتس ما راح يكون موجود. ممكن ان انت تدخل على مانج زبت اللي انت مسوي لهم ميوت حق الاكاونتات اللي مسوي لها ميوت، راح تطلع لك هذه العلامة. مجرد انك تضغط على الاكاونت تضغط انزب راح يفتح لك الاكاونت ويريد يطلع مرة ثانية بالسيتنجز، تك كهرد مرة ثانية موجود. فالميوت موجود، المنشنز موجود، المسجز والدايركت مسجز موجودة. في اشياء وايد زيادة مو موجودة باي برنامج ثاني، نفس مثلا اذا ضغطت على امور شو مور بعد المنج والسلايسز راح تطلع لك الفيفوريتس، بيبل فولوينج اللي انت لاحقهم، ريكومند فولورز، والريكومنديشن حق اذا انت تبي تلحق ناس معينة يحط لك ريكومنديشن. في عندك ماي ستاتس، هذه الشغلة وايد وايد حلوة، يحط لك بالتايم لاين التوب تويتس، اكثر ناس قاعد تكتب تويتس عندك بالتايم لاين، موست منشند، اكثر ناس في منشند بينك وبينهم، توب ترند، شنو الترندات اللي موجودة حاليا والقاعد ينكتب عنها. عندك نيو تويتس على حسب الوقت، فعندك من 12 بالليل لـ3 الفجر كم تويت انكتب، كم تويت طلع لك بهالفترة. التويتات ملوتك، منو اكثر ناس موست منشند اللي مسوي لهم منشد اكثر ناس، الدايركت مسج، في عندك الموست ريتويت اللي انت قاعد تسوي لهم ريتويت، منو الفيفوريتس، منو هاو اوفن يو تويت، ايش كثر انت قاعد تكتب تويتات، فيحط لك التاريخ ويحط لك ايش كثر قاعد تكتب بالتاريخ. الاذرز قاعد يحط لك اشياء ثانيه والناس اللي انت مسوي لها فولو والاكاونتات. فميزه وايد وايد حلوه برنامج واحد بكل هالمميزات اللي موجوده فيه. وليه الحين ما خلصنا في بعد عندك مثلا الاكسبلور، اذا انت تبي تدور على اكاونتات او على ناس يدد تبي تسوي لهم فولو. في عندك الترندنج، طبعا طريقه العرض مثل ما انتم شايفينها وايد روعه، نفس المترو بشكل الويندوز 8. تختار الصوره الترند راح يحط لك على حسب الدول شنو المواضيع اللي دايره الحين، الفيتشرد الترندات او الاكاونتات الفيتشرد اللي موجوده ممكن ان انت تسوي لها فولو. لايف ايفنتس، شنو اللي الحين لايف وفي تويتات قاعد تنكتب عنه، نيوز، لوكال، هيومر، ضحك، سيلبرتيز، تي في موفيز، و و و كاتيجوريز وايده، ومنو الناس الفيتشرد. وفي عندك داخل الجيم مثلا في عندك هذه الاكونتات الفيتشر وهم داخلهم في كاتيجوريز، تبي جيمنج نيوز، تبي بس جيمنج، تبي ليتس، تبي الكل. ف وايد وايد حلو البرنامج. اللي مو مهم عنده النوتيفيكيشن، انا بالنسبه لي صراحه قاعد استخدم البرنامجين الحين،
وايد متمتع فيهم، وايد حلوين. الأحلى من هذا كله بالنسبة حق البرنامج، البرنامج فري موجود بالستور، ممكن ان انتم تدخلون على الاب ستور سيرتش راح تلقون فيه عندكم، فمجرد دخولك عليه راح تلقى سلايسز فور تويتر، راح يكون التطبيق فري مثل ما احنا شايفين. اتمنى الكل ينزله، اتمنى الفيديو هذا يكون عجبكم، شرح مبسط حق برنامج سلايسز اللي بالنسبة لي يعتبره المنافس حق التويت بوت. نزلوا البرنامج، شاركوني برايكم، اعطوني رايكم شلون تشوفونه. شاكر لكم متابعتكم، لا تنسون تسوون سبسكرايب على الشانل، لايك او ديسلايك على الفيديوهات. ومن هالفيديو راح ارجع اشغل مرة ثانية الكومنت، اللي حاب يكتب تعليق او اللي بيكتب اي شيء حياه الله، اللي بيصير ضفدع هم حياه الله. ويعطيكم الف عافية مرة ثانية. اللي عنده اي سؤال او استفسار انا موجود بتويتر، حسابي Q8 iPhone. يعطيكم الف عافية ومع السلامة.